الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبتي الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. درسنا اليوم أيها الأحبة هو الدرس 27، القمار، يتحدث عن القمار. سنتحدث في هذا الدرس حول مفهوم القمار وحكمه، وعن صور القمار وعن آثار القمار. تعال معي نتحدث عن هذا الموضوع الخطير الذي قرنه الله عز وجل مع الخمر. إذا كان الخمر دمار للعقل والجسد، فإن هذه الكبيرة دمار للمال والأسرة وللبيوت. تصل هذه الكبيرة عبر الهاتف، عبر الأنترنت، عبر التعامل مع الآخرين. لابد أن نحذر من هذه الكبيرة. القمار كبيرة من الكبائر. لماذا القمار كبيرة من الكبائر؟ حتى نفهم موضوع القمار لابد أن نضرب له مثلا ونتصور القمار عن طريق مثال، وبالمثال يتضح البيان. اتفق ريان ودرغام على أن يجريا سباقا، وكل منهما يدفع للآخر 10 دنانير لمن يفوز. إذن بينهما شرط، من يفوز فهو الذي يكسب. أجريا هذا السباق في الملعب، تسابقا، ففاز ريان على درغام. فقال ريان لدرغام: أعطني 10 دنانير. فأعطى درغام ريان 10 دنانير. ما حكم هذه 10 دنانير في شريعتنا الإسلامية؟ تعالوا معي أيها الأحبة حتى نجيب على هذا السؤال، أن نسلط الضوء على الكسب المشروع في شريعتنا الإسلامية. الإسلام حدد مصادر الكسب المشروع، منها يعتمد على الجهد البدني، ومنها ما يعتمد على الجهد الذهني. الجهد البدني كحداد يقوم بعمل ينفع الآخر، يقدم له منفعة مقابل أجر. والجهد الذهني كمفكر، أو من جاء ببراءة اختراع، أو من يؤلف الكتب لتعليم الناس ولمنفعة الناس، فهذا يقوم بعمل مقابل منفعة الآخرين ويأخذ مقابله أجر. الآن هل ما قام به ريان ودرغام في ظل الكسب الحلال؟ درغام أعطى 10 دنانير لريان الذي فاز. هذه 10 دنانير بالنسبة لريان، هل قدم ريان منفعة، خدمة مقابل أجر حتى يأخذ 10 دنانير، أم أخذها من أجل الحظ أنه قد فاز؟ إذن اعتمد على الحظ من غير عوض، من غير منفعة، لم يقدم شيئا حتى ينتفع منه درغام. فهذه الصورة محرمة في شريعتنا الإسلامية، وقد نهى عنها الله عز وجل في القرآن الكريم وحذرنا منها. وتعالوا معي لنتأمل في قوله جل وعلا في سورة المائدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. تأملوا في الآيات الآن معي. الله عز وجل ينادي كل مؤمن وكل مؤمنة، يناديهم ويقول لهم: إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الله عز وجل يقول لك: اجتنب القمار، ابتعد عن الميسر الذي هو القمار. الميسر والقمار والمراهنة كلها تصلح لمسمى القمار، ويطلق على القمار مراهنة، ويطلق أيضا اسم الميسر. فلو قلنا ميسر هو قمار، ولو قلنا مراهنة هو أيضا قمار. فالله عز وجل هنا إذا
أم عنتم النظر في قوله تعالى فاجتنبوه صيغة فيها من الصيغ المبالغة للنهي، أي فاجتنبوه ابتعدوا عنه واحذروا منه. ثم بين الله عز وجل في الآية التي بعدها السبب في ذلك، أنه يوقع بيننا الشحناء والبغضاء، وأنه يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة. يبعد الإنسان عن الصلاة يلعب ويبقى يلعب حتى تأتي الصلاة وتذهب ويأتي، وتأتي صلاة بعدها غيرها وتذهب، وهكذا. الله عز وجل نهانا وجعل القمار كبيرة من الكبائر، وحرمه الله عز وجل كما سمعتم في الآيات القرآنية. القمار أيها الطلبة يصل عبر الهاتف، عبر الأنترنت، عبر الألعاب، عبر المسابقات، عبر القنوات، عبر التعامل مع الآخرين. لابد أن نحذر منه ونبتعد عنه وعن صور القمار. وقبل أن نتحدث عن صور القمار لابد أن نسلط الضوء ونستنتج مما قلنا مفهوم القمار. ما هو مفهوم القمار؟ هو أن يشترط أحد اللاعبين أو المتسابقين أو كليهما على الآخر بأن يأخذ الفائز من الخاسر ما يتفقان عليه إن فاز في المسابقة، أو إن سبق أحد الفائز منه. الآن من خلال هذا التعريف علمنا ما هو القمار. وللقمار صور أنواع متعددة، ذكروا منها الآن اللعب على شرط، وقد مر معنا اللعب على شرط، ويكون ذلك باشتراط إحدى الطرفين أن يدفع المغلوب للفائز مبلغا من المال. هنا ضربوا مثالا لعب الورق الشدة، عندما يجلسون مع بعضهم البعض الشباب ويلعبون ورق الشدة يشترطون، فهذا قمار ولا يجوز في شريعتنا الإسلامية. أيضا من صور القمار الرهان. ما هو الرهان؟ هو أن يتفق طرفان على أن يقوم أحدهما بدفع شيء من المال للطرف الثاني إن خسر أو فاز طرف ثالث. ومثال ذلك أن يتراهن شخصان على أن يدفع أحدهما مبلغا من المال إن خسر فريق من فرق كرة القدم. الآن ما يجري بين الشباب في لعبة كرة القدم، فريقين يلعبان يشترط فيما بينهم، إذا فاز أحد الفريقين فإن الذين اشترطا مع الفريق الفائز، فإن الفريق الذي خسر الذي يشجع هذا الفريق الخاسر يدفع مبلغ من المال لفرض 10 دنانير إلى الشخص الذي فريقه فاز. هذه مراهنة، وهذه في شريعة الإسلامية أيضا حرام ولا تجوز. كيف تصحح الألعاب أو المراهنة إذا أصبحت بين الشباب وأصبحت مسابقة بين أواسط الطلبة بشكل عام؟ لو أن أجرينا مسابقة، وهذه المسابقة بين فريقين من الصفوف في المدرسة، فإنه يوجد طرف ثالث هو الذي يقدم الجائزة. لفرض المدرسة هي التي تقدم الجائزة، فيعلى الفريقين ويحصلان بعد ذلك على الجائزة من فاز منهم. في هذه الحالة تكون هذه الصورة جائزة في شريعتنا الإسلامية. وحتى نفهم أكثر على مثالنا الذي ضربناه في بداية الدرس بين ريان وضرغام، لو أنه جاء شخص اسمه برهان فقال برهان لريان وضرغام من يفوز في هذا السباق أنا أعطيه 10 دنانير. في هذه الحالة إن فاز ريان وحصل 10 دنانير تكون حلال، لأنه يوجد هنالك طرف ثالث قدم
تبرعا منه ثمن هذه الجائزة. فهذه الصورة وهذه الحالة تجوز في شريعتنا الإسلامية. بعد أن تكلمنا أيها الطلبة حول القمار وحكم القمار، لابد أن نتحدث عن آثار القمار على الشخص نفسه وعلى المجتمع. أولا، من آثار القمار انتشار العداوة والكراهية بين المتقامرين، كما قال الله عز وجل في الآيات التي تلوناها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الأثر الثاني، أكل أموال الناس بالباطل. أنت تأكل، أو الذي يلعب قمارا يأكل الأموال، أو المتقامرين يأكلون أموال بعضهم البعض بالباطل، لأن الكسب المال له طرق كما ذكرنا في بداية الدرس، له طرق شرعية لكسبه، والقمار ليس من الصور الشرعية لكسب المال. الأثر الثالث، التكاسل عن العمل وزيادة نسبة البطالة في المجتمع، فهذا يؤثر كثيرا جدا في مجتمعاتنا. وأيضا من آثار ارتكاب الجرائم غالبا، مثل السرقة، مثل القتل، مثل الأكل، أخذ مال الآخر غشا وباطلا وهكذا، فحينئذ يكون هنالك عدم أمن وأمان في المجتمع. لذلك لابد علينا أن نبتعد عن هذه الكبيرة التي حذرنا منها الله جل وعلا، وهي من الأمور التي تنتشر بين أواسط الشباب في مجتمعنا الإسلامي، فلابد أن نحذر من القمار. تعالوا معي الآن أيها الطلبة إلى الدرس، إلى الأسئلة. هم بالنسبة إلى أثار القمار، تعال معي الآن إلى الأسئلة، إلى سؤال رقم 4: صنف السلوكيات الآتية إلى مقامرة وغير مقامرة. ألف، شاركت طالبة في مسابقة المطالعة التي أعلنت عنها المدرسة وذكرت أن الفائز سيحصل على جائزة مالية مقدارها 100 دينار تبرعا من أحد أولياء الأمور. نقول بما أنه يوجد هنالك طرف ثالث وهو أحد أولياء الأمور يقدم هذه الجائزة، فحينئذ هذه الصورة جائزة شرعا لمن يفوز فيكسب 100 دينار، فحينئذ تكون هذه 100 حلال عليه. لماذا؟ لأنه يوجد طرف ثالث، هذا الطرف الثالث صحح المسألة. لو في هذه المسألة مثلا لا يوجد طرف ثالث أصبحت حراما ومقامرة. النقطة رقم 2، حصل زميلي على ميدالية فضية من الدولة لفوزه بمسابقة المطالعة، أيضا هذه صورة من صور وهي غير مقامرة. لماذا؟ لأنه يوجد هنالك طرف آخر هو الذي يعطي الجائزة وليست بين اللاعبين. لو أن هذه الصورة حصلت أن نفس اللاعبين هم الذين جاءوا بالجائزة، حينئذ تكون هذه الصورة مقامرة. الآن نقطة جيم، أقيمت مسابقة سباحة لعشرة لاعبين ودفع فيها كل متسابق 50 دينار. الجوائز كانت من المتسابقين واستوزع على الفائزين، إذ يحصل الأول على نصف المبلغ والثاني والثالث يقتسمان النصف المتبقي. هذه واضحة، واضحة، لأن الذي قام بجمع الجائزة هم من نفس الذين تسابقوا، وهذا أيضا لا يجوز في شريعتنا الإسلامية. لو كان هنالك طرف ثالث هو الذي تبرع بالجوائز للأول والثاني والثالث نقول هذه غير مقامرة، لكن هذه مقامرة. جيم، النقطة رقم جيم، هذه بهذه الصورة مقامرة. هذا ما جاء في درسنا اليوم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبة الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة.
درسنا اليوم أيها الأحبة هو الدرس التاسع والعشرون، لا حسد إلا في اثنتين، هو حديث شريف مطلوب من الطالب حفظه. تعالوا معي لنعيش مع هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنستفيد منه ونقطف الثمار لتنير لنا حياتنا التي نعيش فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا الحديث رواه صحيح أو رواه البخاري في صحيحه، فهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا معي إلى المفردات والتراكيب. آناء الليل وآناء النهار، ساعات الليل والنهار، يهلكه ينفقه. راوي الحديث كلكم يعلم هذا الصحابي العلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما عام خيبر في السنة السابعة للهجرة، وقد توفي في سنة 59 للهجرة، ودفن في البقيع، وهو من المكثرين رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، له بصمة واضحة في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا معي الآن لنعيش مع هذا الحديث أيها الطلبة. في هذا الحديث إذا تأملتم فيه فإنه يحثنا على التنافس العلمي والتنافس المالي. انظر إلى أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأسلوب المباشر لكي يعلمك ويرشدك ويوجهك، يعلمك ويرشدك إلى أنك تعيش في هذه الحياة الدنيا في ميدان التنافس، في ميدان السباق. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا أي تنافسوا فيما بينكم التنافس، لكن هذا التنافس تنافس يقودك إلى الجنة وليس تنافس يقودك إلى النار. هذا التنافس فيه فوائد عظيمة للفرد أي للإنسان نفسه وللمجتمع. التنافس العلمي في الحديث عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. رأيت هنا تنافس، يحب أن يكون عنده العلم والحفظ في القرآن الكريم كما لهذا الإنسان. هنا التنافس، أن تنافس في مجال العلم، أن تتنافس في مجال الطب، أن تتنافس في مجال الهندسة، أن تتنافس في كل جميع المجالات التي تخدم الأمة الإسلامية، التي تخدم الحضارة الإسلامية. تتنافس، لكن هذا التنافس فيه عطاء، فيه محبة، فيه مودة، فيه تعاون، فيه إرشاد الناس، فيه عمار وازدهار للمجتمع المحلي والمجتمعات الإسلامية. ثم وجهنا إلى تنافس آخر وهو التنافس المالي، أن يتنافس الإنسان بماله، من كان عنده مالا ينافس من خلال ماله بالإنفاق، ينفق على الفقراء، ينفق على المساكين، ينفق لبناء دور القرآن الكريم، ينفق لبناء المستشفيات، لبناء المدارس، لتعليم الفقراء، وهكذا ينفق من ماله، يؤدي إلى أمن وأمان في المجتمع، يحبه الفقراء والمساكين، يمنع الجريمة، يمنع السرقة، يمنع أن تكون هناك بطالة في المجتمع، يوجد عند الناس إيثار ومحبة وكرم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا التنافس الذي يريده منا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أين هو في الحديث؟
عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه أن ينفقه في الحق في مجال الخير، ليس في مجال الشر، في مجال الخير، في مجال طاعة الله عز وجل. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هنا التنافس، التنافس على فعل الخير، على النفقة في سبيل الله. وينفقون المال على حب مسكين ويتيما وأسيرا. هنا ونحن في ميدان هذه الحياة الدنيا، قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك، نقول لكم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتنافس الإنسان في الإنفاق على إفطار صائم مثلا، الإنفاق على فقراء المساكين المحتاجين، وكذلك يتنافس في قراءة القرآن الكريم، يحاول أن يختم القرآن العظيم في شهر رمضان المبارك. يتنافس في بر الوالدين، يقبل يدي أبويه، يقبل هذين، يقبل يدي أبويه ويقبل يد أمه ويد أبوه، وهكذا يقوم ببرهما ويسمع كلام ما هما. لذلك لابد أن نتنافس في هذا الميدان الذي نحن نعيش فيه في هذه الحياة الدنيا. الدنيا أيها الطلبة مزرعة للآخر، مزرعة خيرا حصد خيرا وهي الجنة، ومن زرع شرا والعياذ بالله فله الشر وهي نار تربى. نسأل الله جميعا أن تكونوا أيها الطلبة من أهل الخير وممن يتنافسون على تحصيل الخير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا أنه إذا كان هنالك حسد لابد أن يكون هذا الحسد في هذين الأمرين، في مجال العلم وفي مجال إنفاق المال. هنا إذا لاحظتم أيها الطلبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، وكما نعلم نحن الحسد مذموم، ولا يخرج الحسد إلا من إنسان خبيث النفس لا يحب الخير للآخرين. لكن هنا جاء التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوجد حسد ممدوح ومحمود، فما الفرق بين هذا الحسد المذموم والحسد المحمود؟ الشريعة الإسلامية سمت الحسد المحمود بالغبطة حتى نفرقه عن الحسد المذموم. الحسد المذموم هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الآخرين لتكون له أنانية، يتمنى أن تكون عنده سيارة أو يكون عنده بيت أو يكون عنده علم، لكن لا يتمنى أن يكون هذا الشيء عند الآخرين. أما الغبطة يتمنى الإنسان أن يكون عنده ما عند الآخرين من خير وفضل، يتمنى أن يكون عنده سيارة، بيت، علم، لكن لا يتمنى زوال هذا الخير عن هؤلاء الناس. رأيتم الفرق؟ فرق شاسع بين الحسد وبين الغبطة. وكما قلت لكم أن الحاسد ضعيف الإيمان، والحسد خلق مذموم لا يتصف فيه إنسان إلا وهو خبيث النفس. ولذلك الله عز وجل تعوذ من شر، جعلنا نتعوذ من شر الحاسد إذا حسد، فقال جل وعلا: من شر حاسد إذا حسد. لأن الحاسد إذا حسد يفتك في المجتمع، تصبح هنالك الغيبة والنميمة والحقد والغل والبغضاء وغير ذلك من الأمور التي تفتك في المجتمع وتدمر المجتمع. في الحديث أيها الطلبة إشارة إلى أنه ما من شيء يستحق الحسد إلا أن يكون في ميدان الخير، في مجال الخير، مثل تعليم القرآن الكريم وتعلمه، ومثل إنفاق المال في مجال الخير. إذا لاحظتم معي أيها الأحبة أيضا في فضل تعلم القرآن والعمل بما فيه، أن النبي عليه السلام ضرب لنا مثال عن أمور العلم في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف العلوم في التعلم أن تتعلم كتاب الله عز وجل. ممكن أن تتعلم كتاب الله عز وجل وتكون طبيبا مهندسا وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلط الضوء للاهتمام الأمة بالقرآن الكريم، لأن الأمة إذا طبقت منهج القرآن الكريم عاشت في سعادة دائمة إلى أن تلقى الله جل وعلا. في الحديث أيضا توجيه مهم جدا للمسلمين،
وهذا التوجيه كما قلت لكم هو الإقبال على طلب العلم وتعهد القرآن الكريم بالحفظ والتلاوة والعمل به في شؤون الحياة كلها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي يعلم القرآن والذي يتعلم القرآن من خير الناس عند الله جل وعلا. وقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة القرآن الكريم، قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف والحرف بعشر، اغتنموا فرصة واقرأوا كتاب الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، وهو نوع من أنواع الفاكهة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. سمعتم هذا الحديث؟ الحديث المتفق عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يحثنا على قراءة القرآن وعلى تدبر القرآن العظيم. وأيضا تحدث الحديث عن كسب المال وإنفاقه في وجوه الخير كما قلت لكم وكما أسلفنا. لكن لو قلت لك الناس يحبون المال حبا جما، وقد ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: وتحبون المال حبا جما، على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل هذه الآية أيها الطلبة على أن الإنسان يحب المال ويحرص على امتلاك المال. لكن بما أنك أنت تحب المال، انفق هذا المال حتى يقودك هذا المال إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من مجالات الإنفاق التي ترضي الله عز وجل الإنفاق على الفقراء والمساكين في تلبية حاجاتهم، الإسهام في مشاريع البر والإحسان العامة التي تسهم في بناء المجتمع وتطوره، مثل بناء المدارس والمستشفيات كما أسلفنا سابقا حول الحديث حول التنافس في إنفاق المال بين من يكون عنده مال، فعليه أن يبادر دائما أبدا إلى الإنفاق وإلى اغتنام هذه الفرصة قبل فوات الأوان. إذن علينا أيها الأحبة أن نهتم بالقرآن العظيم، بأن نعلمه ونتعلمه، وأن نطبق ما جاء فيه من حلال وحرام وأوامر ونواهي وغير ذلك مما أمرنا به وحثنا عليه ربنا جل وعلا. هذا ما جاء في الحديث، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.